الرأية السيد عبد المعولي عضو مجلس الإستقلال الرأية السيد أحمد الوالي العلوي ممثل السيد رئيس النيابة العامة السيد عبد الوهاب الحاوي ممثل السيد وزير السادة الأفاضل على استجابتكم لدعوتنا لحضور هذا التقديم الأصيل. مقارنة مع النشاط القضائي لمختلف المحاكم المملكة فقد فاقت مسألة المحكوم. بالنسبة للعمل محكمة الاستئناف فالحرص ديالي شخصيا وحرص الجميع هو انه هاد الارقام الا كان كنحاول نصفيو ما امكن من الملفات ونكونوا عند يعني حسن ظن الجميع فهاد الارقام فهاد يعني تصفيه الملفات لا يتم على حساب جوده القرارات لان كيبقى القرار القضائي المميز هو اللي كيعطينا الثقه في العداله هو اللي كيخلي المتقاضي يحترم قرارات المحكمه. احنا كيبقى واحد التتبع يومي يعني قرارات ديالنا ومدى مسايرتها لاجتهادات محكمه النقد. وهذا الشيء عمل يعني تمت مباشره منذ سنوات الحمد لله يعني من سنه الى اخرى كيعطي نتائج ساره. مثلا بالنسبه لقضايا النقد في الماده المدنيه 2023 يعني لشنا المدني وشنا الاحوال الشخصيه والعقار والاستعجالي والاجتماعي فالنسبه يعني لكن يعني داك التفصيل كل ماده نعطيو لكم فالنسبه العامه هي 20%. هذا الحمد لله هذا الرقم جد ممتاز لانه لدينا مقارنه مع المعدل الوطني بالنسبه للمحاكم ذات الولايه العامه هو 25.99%. يعني احنا النسبه ديالنا يعني ديال القضايا اللي كتنقد حاليا في القضايا المدنيه هي 20%. كما قلت ما بين المدني الاحوال الشخصيه العقار الاستعجالي والاجتماعي. في الماده الجريه بالنسبه للقضايا التي يتم يعني نقدها من طرف محكمه النقد يساوي حاليا عندنا حنايا بالنسبه للماده الجريه فيها جرح العادي جرح التلبسي جرح السير الغرفه الجنحيه والجنايات يساوي 15%. هذا المعدل هو كذلك جد ممتاز لانه يقل عن المعدل الوطني محدد 20.10%. إذا هذه خلاصة للعمل ديال المحكمة. هذه مسائل برز لكم الإحصائيات برز لكم النشاط القضائي المسائل الجديدة والمسائل التي سنشتغل عليها مستقبلا إن شاء الله في 2024. الهدف ديالنا هو زيادة يعني ثقة المتقاضي في العدالة هو جعل القضاء في خدمة المواطن بطبيعة الحال ومحاولة التغلب على القضايا المزمنة هو إعطاء أحكام عادلة ومنصفة داخل أجل معقول. العمل على بطبيعة الحال عناية خاصة دائما لقضايا المعتقلين الاحتياطيين والورش ديال الرقمنة ديال المحكمة والذي نراهن عليه جميعا من أجل أن ننجح فيه إن شاء الله.